الخامسة صباحا في القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي ثمن هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان، كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي وخاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والذي قدم التهنئة للرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة. كما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمير قطر أكد حرص بلاده على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. كما ثمن الرئيس السيسي اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل. وخلال مؤتمر صحفي عالمي أضاف مدبولي أن الدولة حققت 5,600,000,000 دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة أجرت دراسات على طرح 50 شركة ضمن برنامج الطروحات، فيما تدرس أيضا إدخال القطاع الخاص في تشغيل وإدارة بعض المطارات، مؤكدا أن الدولة حريصة على تفعيل سياسة وثيقة ملكية الدولة واستمرار برنامج الطروحات. أكد وزير الخارجية سامح شكري الأهمية البالغة للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك تأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وإنهاء الحصار والتجويع والعقاب الجماعي المفروضين دون إنسانية على ما يزيد عن 2,000,000 نسمة في قطاع غزة. وفي كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي التي استضافتها مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أضاف شكري أن تصريحات أطراف المجتمع الدولي تكررت مؤخرا بالرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو أمر تعتبره مصر خطا أحمر لا ينبغي السماح بحدوثه على الإطلاق. يواصل اليوم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويطالب مشروع القرار الذي أرجى التصويت عليه في مجلس الأمن 3 أيام متتالية المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني. نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية. وقال كيم إن التدريبات على إطلاق أحدث صاروخ باليستي عبر القارات أظهرت قدرة الجيش العالية على التحرك والهجوم السريع، كما دعا إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصاروخ القتالية. هذا وكانت بيونغ يانغ قد أجرت الأسبوع الجاري تجربة قالت إنها لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات. مشاهدينا انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي أنا كريم الخولي ودمتم في أمان الله.